سفرتهم بعيدة والدها وتريده سفرتهم بعيدة والدها وتريده طفلة ويتيموها بيت مسلم حميدة بيت مسلم حميدة بيت مسلم سفرتهم بعيدة والدها تريدة سفرتهم بعيدة والدها تريدة طفلة ويتيموها بيت مسلم حميدة بيت مسلم حميدة بيت مسلم طفلة ويتيموها بيت مسلم حميدة جوابك بيت مسلم بيت مسلمي بيوم السفر من ودع أهلي تعلقت بيده حميدة تريد مهلة تقيل لأبويا تروح عني وبعدي طفلة فرقت الوالد يا أبويا ما هي سهلة الوالد يا بويا ما هي سهلة بويا دللتها لو رحت وعفتها لو رحت وعفتها خاف يضيعوها بيت مسلم حميدة بيت مسلم بيت الله يعودك سفرتهم بعيدة والدها تريدة سفرتهم بعيدة والدها طفلة ويتيموها بيت مسلم حميدة
ايده بيت مسلم عنها سافر مسلمي وظلت حزينة تسألي الغايب يريد لو ما يجينا ومنا واو يمشون من أرض المدينة ويا عمها حسين راحت بالضعينة كل يوم وتسعين ما وصلت رسائل كل يوم وتسعين ما وصلت رسائل بيها يطام منوها بيت مسلم حميدة بيت مسلم حميدة بيت مصر سفرتهم بعيدة والدها وتريدة سفرتهم طفلة ويا يتيموها بيت مسلم حميدة جوابك بيت مسلم بيت مسلم تحيا ربوها شلون حيرة من وصل الكوفة وتحدد مصيرة شايف ما ظل عند ناصر لا عشيرة يستجيري ولا حصل واحد يجيرة ظل بالكوفة حاير وحدة وما لنا صير ظل بالكوفة حاير وحدة وما لنا صير بيت مسلم بيت مسلم حميدة بيت مسلم بيت سفرتهم بعيدة والد
تريدها وتريدها سافرتهم بعيدة يا والدها وتريدها الطفلة ويتيموها يا بيت مسلم حميدة. جوابك الله يعودك بيت مسلم بيت مسلمي بيوم السفر من وداع أهلي تعلقت بيد حامي تريد مهلا طفلة يا فرقت الوالد يا أبويا ما هي سهلة يا فرقت الوالد يا أبويا ما ابويا دللتها لو رحت وعفيتها ابويا دللتها لو رحت وعفيتها خافي ضيعوها بيت مسلم بيت مسلم حميدة بيت مسلم الله الله سفرتهم بعيدة والدها وتريدا سافرتهم بعيدا يا والدها وتريدا طفلة ويتيموها بيت مسلم بيت للشاعر يونس عواجي مسلم تحير أبوها شلون حيرة من وصل ويتحدد مصيره شرف ما ظل عند ناصر لا عشيره يستجير ولا حصل واحد يجير ظل بينكم في حاير وحدة ما لنا صير
ظل بالكوفة حاير وحدة وما لا نصير طفلة ويتيموها بيت مسلم بيت مسلم سفرتهم بعيدة والدها تريد سفرتهم والدها وتريد طفلة ويتيموها بيت مسلم بيت مسلم بيت دمعي تجاره اويته وظل ينتظر جيت نهاره يدري باكر ينأخذ مثل الأسارة ويدري يوقع من سطح قصر الإمارة يدري يقيدون ومسلمة وراسه يقطعونا يدري قيدونا وراسه يقطعونا طفلة ويتيموها مسلم حامد بيت مسلم خبر مسلم من وصل لابن الزكية حضن خلى الطفل ودموعه جارية تقول ليش بيمنتك تمسح علي عمي شو مثل اليتيمة تساوي بي أعرف هالعلامة بس حق اليتامة أعرف هالعلامة بس حق اليتامى
طفلة ويتيموها بيت مسلم. لا غابت هالأصوات الله يعودك بيت. سفرتهم بعيدة يا والدها وتريد يا سفرتهم بعيدة يا والدها وتريد يا طفلة ويتيموها بيت مسلم حامي بيت مسلم طفلة ويتيموها طفلة ويتيموها بيت مسلم بيت